تحويلات المصريين في الخارج. الطبيعي جدا ان تحويلات المصريين في الخارج تبدأ ترتفع نتيجة استقرار سعر الصرف، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، عدم وجود سعرين. طول ما مفيش سوق سودة المصريين هيحولوا الفلوس. طيب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وصل لكام او بالادق؟ عندنا 2.7 مليار دولار في مايو اللي فات. ايه التأثير الايجابي لزيادة هذه التحويلات؟ ايه دلالة هذه التحويلات؟ خلونا ناخد معانا على التليفون السيد الاستاذ السيد خضر الخبير الاقتصادي المعروف. اهلا بيك. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. ازاي الحال يا استاذ سيد؟ كله تمام الحمد لله. ده معناه ايه الزيادة، او يعني الزيادة بتاعت تحويلات المصريين في الخارج؟ واظن معدل الزيادة تقريبا 73% مش كده؟ بالتأكيد طبعا. تدفق العملة الصعبة ده بيعتبر امر حيويا لعملية الاستقرار الاقتصادي بشكل كامل ودعم النمو الاقتصادي المصري على المدى الطويل. وازاي على المدى الطويل؟ وده خلينا ينقلنا الى عملية تحسين كبير جدا في ميزان المدفوعات وتقليل العجز خلال المرحلة المقبلة. ايضا بيعطي ثقه كبيره جدا في تعزيز اداء وقوه الجنيه المصري خلال المرحله المقبله، وبالتالي هيساهم بشكل فعال في انخفاض معدل التضخم، وده اللي احنا محتاجينه بالفعل، عمليه تحقيق التوازن في معدل التضخم خلال المرحله المقبله. ايضا هيساهم بشكل كبير في زياده الاحتياط النقدي، والاحتياط النقدي ده يعني جزء مهم جدا من اداء الاقتصاد المصري، وبيعتبر المرآة الأساسية والحقيقية لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية، وده اللي احنا محتاجينه خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وده أنا بشوفه من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، هو عملية توسيع آفاق الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توطين الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بشكل كبير جداً. وبالتالي مع تدفق العملة الصعبة سواء من زيادة تحويلات العاملين في الخارج أو إيرادات قناة السويس أو قطاع السياحة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى زيادة القدرة التصديرية، كل تلك العوامل تعتبر أمور استراتيجية في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا، وبالتالي تمويل عملية التنمية الاقتصادية اللي هي بدورها بتساهم في تعزيز عملية النمو الاقتصادي المستدام. أنا شايف إن النهاردة مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، اعتقد خلال المرحله المقبله سيكون هناك زياده بشكل كبير جدا لتدفق تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير. حلو جدا. طب انا عندي سؤال يا استاذ سيد. مساله التحويلات ده شيء كويس، وانها بتزيد ده شيء كويس، وده بيعكس ثقه الى اخره. بس انا من الناس اللي مؤمنه بانه قد يكون هناك في ادوات ما نستطيع بيها انه نشجع أهالينا، قرايبنا، أصدقائنا اللي بيشتغلوا خارج البلاد في المزيد من تحويل العملة الصعبة، لكن عن طريق الاستثمار. يعني أن أنا أعمل مثلا صندوق للاستثمار بالعملة الصعبة، فليكن دولار أو سلة عملات، دولار، يورو، إلخ إلخ. هنا أظن، وصححنا وأنا غلطان، أظن أنه العاملين بالخارج هيصبحوا أكثر تحمسا للمزيد من التحويل. بالتأكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط، وده فعلا الدولة المصرية المرحلة الأخيرة عملت العديد من المبادرات، ومن ضمن المبادرات شفنا مبادرة السيارات للعاملين في الخارج، وده كان جزء مهم جدا من تدفق العملة الصعبة بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة. أعتقد سيكون هناك مزيد من المبادرات ومن دعم المشروعات. الدولة المصرية لديها رؤية حقيقية في تهيئة المناخ التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات سواء من العاملين في الخارج او الاستثمارات الاجنبيه او الاستثمارات المحليه، هو ده الهدف الرئيسي اللي هو هيزود القدره الانتاجيه وهيوفر مزيد من فرص العمل على المستوى الداخلي، وهيكون داعم كبير جدا لعمليه الاصلاح الاقتصادي اللي احنا مستمرين فيها خلال المرحله المقبله. اعتقد ده هيكون ليه دور مهم جدا في تدفق العمله الصعبه، كمان بدا يكون عندنا بعد عن يعني الموارد التقليديه في تدفق العمله الصعبه، وشفنا المرحله الاخيره كان هناك مؤتمر استثمار قومي وعالمي في الدوله المصريه من الاتحاد الاوروبي، وده هيكون ليه دور مهم جدا خلال المرحله المقبله ايضا في المساهمه الكبيره في تدفق العمله الصعبه، وده اللي بيخلي هناك استقرار تام في عمليه تحقيق التوازن بين سعر الصرف، وده اللي هيخلي حضرتك يزود
تدفقات وتحويلات العاملين في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المبادرات والاستثمار الحقيقي في الداخل. يا مسهل الأحوال، أنا بشكرك جدا 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 أستاذ سيد قدر، خبيرنا الاقتصادي المعروف.